مطلقة ولا قاعدة بالبيت 13 سنة ما اشتغل. بس انت تقدرين تعتمدين على نفسك تحملين مصاريفك. كوزين انا عايشة بعالمين منفصلين، عالم يخصني وعالم يخص اهلي. تعودت اني اتكل على نفسي. اي منور، انا عشان كذي جيتك مو تقولين ان عندك بزنس. عندي، انا اشتغل في بورصة الكويت. هذا مكتبك. والله صراحة انا لي الشرف اني اكون معاكم. حياك الله باقوى فريق بالبورصة. هذا مكان الشاي والقهوة، لا تخلين ربعنا عطاشك. شاي؟ اهل انت شنو عبالك جاية تسوين؟ تعقدين صفقات مع شركات؟ ملت، هذا الحريم عندنا. انا ما اشوف ان في بنات غيرنا احنا. شو بشد هنا اعصابك؟ يا احنا يا ام. ليش رايك نساعد بعض؟ مو احسن؟ اتفقنا. كذي احنا سوينا خطوتين. شو يصير ساعتها؟ نربح من ورا خسارتها. في عملية تداول البنك بيشتغل عليها، واعتقد انه يبون نكذب. بس هذا موقف صعب. انت محتاجة الى شجاعة علشان تعززين موقفك. انا ادري ان الشغل مهم، بس العائلة اهم. 500 سهم وباقي سلك. 1200. ابشر ان شاء الله تسافين. 5500 سهم. انت شايفني واقفة هني من زمان. أنا ما شفت أحد. وكذي شفتني؟ هني أنتي قاعدة على منجم ذا؟ إحنا نحتاج بعض ولازم نكون قوة واحدة. انتهى عالمنا الغزو حول صورة التنمية والتقدم. مبروك علينا الشراكة.